بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ نوح الغساني من سلطنة عمان، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. الله يعافيك ويسلمك. في البداية نود منك، كيف تعرفت على شركة المحيط؟ تعرفت عن طريق الواتساب، وصلتني رسالة بالواتساب فأرسلتهم وصلتنا. تقييمك لأعداء شركة المحيط بداية من التراسل معهم بالواتساب؟ كانوا في الرد سريعين. الشركة ممتازة صراحة، ما عليه كلام أبدا. الاستقبال في المطار؟ الاستقبال كان ممتاز، طلعنا على طول إلى الفندق. نوعية السيارات والسواقين تقييمك لها؟ سيارات دفع رباعي كان، والسيارة ممتازة صراحة، ما عليه كلام بعد، أمورها طيبة. الجولات السياحية؟ الجولات السياحية كان ساقي يجي في نفس الوقت ونطلع، أمورنا طيبة، وصراحة أماكن سياحية كانت ولا أروع. نوعية الفنادق؟ فنادق 4 نجوم الغرب كينج. ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ والله ولا صعوبة، كان الحمد لله أمور سهلة. كلمة أخيرة، كل الشكر إلى شركة محيط للسياحة، وإن شاء الله نعاودها مرة أخرى. إن شاء الله إن شاء الله. لدينا فروع في سنغافورة وفي سريلانكا وفي إندونيسيا حاليا يعني. بإذن الله يا أمان لا توصل إلى بلدك بالسلامة، يا أمان لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.